كالعادة فقرتنا على قد الجيب، نعرفوا انه كالعادة حفظتوها جملة، برشا تونسي ما عندهمش فلوس، هذاك علاش احنا نخمو فيكم ونجيب لكم الوصفات الطبيعية لمقاومة الفقر. نعم، اليوم نحكيو مع الجميلة إيمان السحبيلي. مرحبا. بونجور، إن شاء الله نهارك زين. صافا؟ الحمد لله. موضوع مهم برشا. وأنت ديجا ضحكتني مقاومة الفقر. أي والله مقاومة الفقر. فوالا دونك نحكيو على المسامات الواسعة خاصة اللي ما نعرفوش تطلع هكاك فجأة في الوجه، دونك شنو هي الحكاية إيمان؟ هي ما تطلعش فجأة الحقيقة، هي البشرة البشرة بصفة عامة عندنا بورن يتنفس منها البدن، أما تطلع في سن معين كسوة هي المشكل، يتلقاها وراثي، يتلقاها مشكلة في المكتب تاعنا أو مشكل في العناية الخاطئة اليومية. دونك كما قلت لك المشكل وراثي، يعني تبدا وراثية، تبدا تظهر بشوية بشوية، وإلا المشكل اللي قلت لك عليه كما قلت لك الماكلة الصحية، الماكلة الصحية اللي تبدا التبلبيز نتاعها بعد تظهر بعد سن 30. علاش ديما توا باش كيفاش نحكي انا ديما نرجع لحلقاتنا اللي فاتوا، كل شيء مربوط ببعضه. البشره كما قلت لك مسؤوله على مرونتها وتجديد الخلايا والنظر نتاعها، كل شيء هو الكولاجين. الكولاجين كيبدا ينقص من سن فوق ال 25 30 40 تبدا برشا مشاكل تظهر، منهم المسامات الواسعه، وزيد يزيد الطين بله انه انت ما تتلهيش بماكلتك، خاطر انت استانست كما نقولوا بريتم دو في كما نقولوا من العشرينات، تاكل نفس الماكله تطعم نفس الحكايه مي وجهك ما تاثرش. يعني نمشيو في ريتم هذاك، وحنا ننساو اللي العمر عنده دور. أيوة كبير، العمر عنده دوز، مش كيما في العشرين كيما يعني مش كيما تاكل الأربعين. جا نقول لك المسامات تظهر اكثر في الوجه اللي مزيت او مختلط، الوجه الشيح سلكها يسلك عنده مشاكل اخرين. انا ديجا من وجهي معناها مزيت، انت انت ميكس وجهك ميكس، يعني فيه بلايص مزيتين وبلايص شايحين، انت عندك خدود شويه مزيتين وزيد لي بور وساعوا ومنيش وساعوا، هما الغدد الدهنيه تخرج افرازات دهنيه هي يسحقها الوجه باش انه يحميه شويه من العوامل الخارجيه، ومن طون يعطيه مرونه وادغاتاسيون. دونك ماهيش خايبه الزيوت اللي تخرج من الوجه، لكن تولي خايبه وقت اللي تخرج كميات كبيره، تولي كي تخرج كميات كبيره توسع من المسامات، هذيك المشكل. وثاني فما برشا مشاكل اخرين، منهم زيدا استعمال المكياج من غير ما تغسل وجهك بيان سيغ. شنو يعمل؟ انت كل ما استعمل المكياج يدخل لك في النقبه هذيك في البور هذيك، تتعبى الداخل، تزيد عليها دونك توسع، تمشي توسع كانك انت فما حاجه قاعده تتعبي فيها، فهمت؟ توسع. دونك احنا يلزمنا ديما نغسلوا المكياج. شفتوا ضريبه اللي راهو الخدمه جميل نخدموا فيها. لا والله هذه بالرسم ضريبه الخدمه اللي احنا قاعدين نخدموا فيها، معناها انك معناها باش تقابل جمهورك والساده المشاهدين لازمك تكون معناها بيان ماكي. وراهو ديما انا ننصح الناس نبدا شويه على المكياج، معناها ماذا بينا حتى كي تعملوا مكياج معناها صباحي يبدا يكون خفيف شويه، معناها مكياج نخليوه كل المناسبات اكاهو، هو عنده مضار للوجه. اي اكيد، هو نعرفك سمية انت ما شاء الله تغسل وجهك، متاكده ديما تغسل وجهك من المكياج، ديما تروح تجري تعمل دوش مش ولا تغسل وجهك اهو. الحاجه باهيه على الاخر، لكن المشكل وين؟ ماكله بصفه عامه، لكن انا تو باش نحكي لك على مشكله من المشاكل الاساسيه في تدمير خلايا البشره اللي هو السكر. الحلو والسكر. دونك في عمر معين الكولاجين ينقص، دونك ما عادش فما الجدار اللي يحميك ويعطيك كما نقولوا احنا معمل عليه باش يبني لك البشره نتاعك. ينجم يصد معناها. سيسا. دونك ما عادش فما الجدار هذاك اللي باش يحميك، دونك برشا حاجات الماكله، الدهون غير صحيه، اهم حاجه السكر. عشان جبت لك انا على الباكيت خاطر فيها 12 طابع سكر، تصور روحك انت صبيح تاكل في 12 طابع سكر، يعني تدمير شامل للبشره. كيفاش نجم معناها الحلول خاصة وانه اسكو معناها المسامات هذه اللي تحلت فجاه، وانا ديما نقول لك فجاه الواحد خد ساعات يشلق بها فجاه، اسكو فما مثل تكنيك معين نجم نعالجوا بها والا فما دي ماسك شنو بالضبط؟ بيان سور كما قلنا العنايه اليوميه مهمه جدا. فما حاجه مش ندهكوا على الوجه برشا، فما وجوه تتحمل اوكي تقول لك شبيها فلانه تعمل هكا مشات معاها، راه مش كيف ما يلزمكش تتبع، يلزمك تشوف انت شنو اللي يمشي معاك. دونك العنايه اليوميه انك تغسل وجهك بالكدا وتعمل له
تو باش نعطيك لي ماسك اما من بعد شوي. الماكله الصحيه توفير الكولاجين المهم برشا، خاطرك انت كي باش نصلحوا احنا باللي ماسك ناتوريل لازم احنا من داخل ديجا حضرنا ارضيه باش تستقبل حاجات خارجيه، فهمت؟ دونك الكولاجين مهم برشا خاطر هو كيما قلت لك يعطينا، عرفت باش نفسرها بالدارجه. شفت انت تبني في حيط تبني شوي شوي، لكن فما كيما نقولوا احنا وصلت الياجوره الاخرى ما فماش هكا كيما نقولوا طرف سيمين باش تلصقهم، خليتهم هكاك تجي العوامل الخارجيه تهدهم. هكاك الكولاجين قاعد يبني بشوي بشويه، البدن عنده وقت باش الكولاجين ما عادش يتوفر فيه، دونك تولي اي عوامل خارجيه تاثر عليه. دونك كيما قلت الكولاجين كيما حكينا عليه قبل، عندك تحفيز الكولاجين بالفيتامين سي، عندك الفيتامين سي حكينا فيها قبل وكل شيء. عندنا الماكله الصحيه زاد راهو مهم برشا، معنا الماكله الصحيه مهمة على الاطباء اللي يكونوا حاضرين معنا في برنامج مركزين، هما ينجموا يفيدوكم اكثر الاطباء. دونك انا جيت نعطيكم يعني شويه شويه المعلومات، وفما عباد مختصه اكثر تنجم تمشي طبيب جلده تعطيك عينيه يوميه سوا بالكريم اللي نجم يعمل يشري من الفارماسي وكل شيء. انا ننصح بركة عباد اللي تحب تشري الفارماسي تشري دي كريم فيها برودوي اسمه ساليسيليك اسيد اللي هو ينظف بعمق البشره والمسامات. دونك ينظفهم ومن بعد انت لازمك تسكرهم بحاجات طبيعية. باهي باش نحكيو توا على لي ماسك. على لي ماسك اي. دونك باش نعطيو الماسك الاولاني اللي هو ميروز، كما نقولوا احنا تحط شويه روز في ماء سخون دافي ساعه تشلو قبل ما تحطه، وبعد تحطه في كيس تخليه كما نقولوا سوايع كي شويه جوست ما يسيب الماء نتاعو 20 مينوت ولا من ساعه حتى لثلاثه سوايع، انت سا دي بوان والوقت اللي عندك. من بعد تستعمل لوبين ذكر. كيفاش نعرفوه لوبين ذكر؟ قلنا عليه المره اللي فاتت انه كي تحطه في الماء من غدوه يطلع ابيض كيما الحليب، هذاك اللوبين ذكر خاطر برشا يغشوا فيه. دونك تلقاه كيما الحليب هذاك اللبن صحيح. دونك تخلي تبيته في الماء، الماء نتاع الروز راهو تبيته في الماء نتاع الروز، ومن بعد تزيدوا شويه ماء ورد وتعملهم في الفشفاشه كيما تونر احنا نسميه. تدور به على وجهك يكبس لك شويه يكبس، راهو احنا مش نسكروا المسامير. في الليل ايمانه في الليله نجم تعملها في النهار ما قاعده فخيش هكا وجهك صحيت، خاطر اذا نقول لك هو باش يكبس لك شويه، مانيش باش نسكروا المسامات جمله، راهو جوست باش نكبسوهم شويه نضيقوا فيهم. دونك فشفش كيما تفشفيشه هي كيما سبراي كيما نقولوا احنا، اعملها على وجهك. هذا الماسك الاولاني اذا كان متوفر له بنذكر. الماسك الثاني التاي الاخضر مهم برشا. هذوما اللي ماسك باش نعطيهم تخوازونا يبيض يفتح ويسكر شويه المسامات ويرطب البشره، ايدغاتاسيون يعطيها. داكو دونك عندك شاي التاي الاخضر، حطيتو شاي اخضر التاي الاخضر ياغورت ناتوريل ومعاه شويه انشاء وليمون. علاش الليمون؟ خاطر باش يمتص شويه الدهون هذوك، يلزمنا نخليو لي بور ما يخرجوش برشا دهون باش ما توسعش ال ال البور اللي موجوده في الوجه. دونك هذوما نعملوهم ماسك في الوجه 20 مينوت ونغسلوهم بحاجه بارده شويه، خاطر ماذا بينا الماء البارد هو تحسو يكبس زاده الوجه. زاده في التاي الاخضر نجمو نستعملوا كسوا الساشيات هذوكا نخليوهم في الماء السخون نتاعهم، باش ناخذوا الماء باش نحطوهم في باش يوليو غلاسون، باش يوليو سو فورم تاع غلاس غلاسون بلوتو. تحطهم دوب ما تغسل وجهك ولا تنظفوا بالكدا تبدا تدور على وجهك بشويه بشويه هكا تحسه يتكبس شويه. دونك هذوما من لي ماسك طياره على الاخر وننصح بهم وساهلين على الاخر، وما نتصورش كان فماش ضرب فيهش تاي اخضر كسوا ساشيات وبيان التاي الاخضر العادي تنجم تعمله. تنجم زاد تعمل التاي الاخضر العادي تزيدوا شويه ياغورت ناتوريل تخليه شويه ومن بعد تعملوا ماسك على وجهك 20 مينوت وتغسله. فما الماسك الاخراني بذور الكتان مرحيه، زيدهم شويه ياغورت ناتوريل خاطر ما نجموش نحطوهم وحدهم، دونك خاطر هكا تتزلبط شويه. بذور كتان مرحيه معاهم شويه ياغورت ناتوريل نحطهم على الوجه كيف كيف 20 مينوت ونغسلوهم بماء سوا فاتر شويه والا بارد شويه. نبعدوا على الماء السخون خاطر هو يحل لي بور، زاد يحل لنا برشا لي بور. دونك اهم حاجه كما قلت الجلاسون، الجلاسون به على الاخر سوا نعملوه في التاي الاخضر والا نعملوه الماء ورد، ودور به وجهك كل صباح يعني كل شيء، بعد حتى في الليل كي تنحي المكياج وكل شيء. دونك افيكاس على الاخر. التاي كما قلت لك عنده فما مواد تساهم في
الضغط على المسامات تحاول هكا تلمها شويه تكبسها. دونك هذوما بريسك لي ماسك اللي موجودين اللي نجموا نعطيوهم للساده المشاهدين، ان شاء الله نكونوا فدناهم. والمهم المهم نصيحه ايمان تخدم بها كالعاده، دونك العنايه العنايه. بكري حكينا على فاست ادغا فاسيال. الادغا فاسيال نجموا نعملوها مثلا مره في الشهر ولا في الشهرين. هي الادغا فاسيال اش معناها؟ هي العنايه العميقه، التنظيف العميق، التنظيف العميق للبشره. كي باش تعملها انت اوكي، نجم الطبيب يعمل لك راهو ادغا فاسيال ويعطيك برودوي ولا يستعمل لك سيروم ولا فيتامين يسكر لك وقتها لي بور، يعني يسدهم شويه، لكن انت المهم نتاعك من بعد انك تكمل الريتم نتاع تسكير المسامات في الدار وحدك اللي ماسك اللي عطيني. شكرا لك ايمان السحباني على كل هذه المعلومات، وانا بالحق تهتم ديما بمكياجي وبجمالي وتعرف كل حاجه يتعرض لها وجهي، دونك المسامات تاع وجهي تحل، دونك لازم نلقاو حلول، لازمك تعمل لي ماسك هذوما الكل وتجيبهم لي فوالا. دونك احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج نهارك زين. حابه نشكر قبل ما نمشي الموضوعي الاخير سونتر مربعي بايمان السحباني، يعطيك الف صحه. احنا باش نحكيو على الكلاب السائبة، اي نعم وقت اللي الناس كنت بتتقلق منها وتخاف منها والكل، لكن هما صدقوني راهم ما يضروش. اما يقول القائل علاش نتعاملوا معاهم بطريقة وحشية؟ ما فماش حل اخر من غير حل انك تقتلهم وتخليهم مطيشين نمبوخت او نتصور فما حلول اخرى، هذه كل باش نحكيو فيه شوية اخر مع الناشطة في المجتمع المدني منو نكاع. مرحبا.